السلام عليكم. المعلم الذي قضى 25 عاما في المدرسة بات أولاده عاجزين عن دخولها ومواصلة التعليم، لم يعد معلما ولم يعد أبناؤه طلابا، صار وصفهم الجديد نازحين، وهو وصف لم تتبعه أي عملية إغاثة تعيد لهم قدرا من الأمل. حين دخلت ميليشيا الحوثي إلى مديرية الحديدة عام 2014 كان أتباعها يشيعون أن المعلمين على رأس قائمة المستهدفين بالتصفية، فصار كل المعلمين مشردين، ذنبهم أنهم معلمون، وطوال 4 سنوات ما يزال التشرد والنزوح هو عنوان حياتهم. قصة اليوم مع المعلم علي الأهدل ورفيقه كداف حسن في الفيلم التالي، نتابع ثم نعود. أنا اسمي محمد إبراهيم الأهدل من محافظة الحديدة مديرية بيت الفقيه قرية العباسي بلاد الزرانيق. في 2014 دخل الحوثة بلاد طبعا بقوة وكذا، فأنا فريت لحالي إلى عدن لأنهم كانوا يقولوا العملاء حقهم اللي في البلاد بيجوا للمدرسين وبيهلكوهم ومش عارف ايش. هربت لعدن وجلست عدن حوالي 3 شهور تقريبا. هاجمونا الحوثيون إلى بيوتنا، اعتقلوا أبناءنا، ضيقوا علينا في أعمالنا، شعرنا أننا بدون حرية بدون كرامة، احتلوا بلادنا، اضطررنا أن نخرج وأن نغادر البلاد لنعيش بكرامتنا وبحريتنا. وبعدين قالوا البلاد تحسنت وكذا، رجعت للبلاد فإذا بالأمور أشد وأشد، أكثر يعني عنفا ومحاصرة ويدوروا بعد الناس. رجعت لعدن مرة ثانية، لكن الحقيقة الرواتب قطعوها لنا، ثم أتينا إلى هنا عملنا إجراءات ثم بدأنا في الدوام، ولكن إلى الآن لم نستلم يعني ما يقارب سنة ونصف بدون رواتب نعيش احنا وأبناءنا. وطبعا ما في لا راتب ولا في عمل ولا في حاجة. قلت بطلع العيال هنا، قعدوا منظمات إنسانية وغيرها كذا، لو حصلنا أي حاجة. جلسنا في بيت لمدة 6 شهور وبعدين ما قدرنا ندفع الإيجار، حولنا هنا عند واحد يعني برضه مزوج من عندي سهر يعني. جلسنا في هذه الغرفة، سقفناها بالكاش ومشينا الحال، والحمد لله على ما كتب الله. طيب كيف فتينا طبيعته ودمروا؟ أيوة لما جاءوا الجماعة لما ما عاد وجدوناش فتين. ها؟ فتين. الحوثيين ما وجدوناش البلاد ولا حصلوا عني أي خبر، أجوا للبيت يبحثوا يقولوا معه أسلحة، أكيد ما اختفى إلا هو معه أسلحة. فبعثوا طبعا دوروا البيت ما حصلوش، أغرطات طلعوا وخربوا رأس البيت ولم يجدوا شيء، ما وجدوا أي حاجة. بعد ما خربوا رأس البيت، البيت قش يعني. قش طبعا، والبيت من القش. خرجوا الأولاد منه؟ خرجوا الأولاد منه، أيوه خرجوا الأولاد قبل ما يجوا لهم، خرجوهم منه، خرجوهم من البيت و طلعوا على سقف البيت وخربوه وانتهى الأمر. تكلم في الموضوع أنهم طردوكم بيتك وهجروك؟ أي يعني الملاحقة ولا ده يعتبر طرد، يعتبر طرد من البيت، من البلاد كلها مش من البيت بس، من البلاد كامل. بعد أنك لا تأمل على نفسك حتى في بيت الفقيه ومديرية بيت الفقيه، يعتبر يعني في معهم عملاء ومعهم دواسيس معهم في كل مكان. حتى في بعض النقاط طرحوا من البلاد لا تخشى أنك تمر في هذه النقطة حتى لا يبلغ بك ويردوك من جديد أو يحبسوك أو يعني يعملوا بك. وكان هي من زملائنا مسكوهم وراحوا لهم للمدارس وعاقبوهم وضربوهم ويعني إهانوهم إهانة صراحة.
حظي ان انا يعني هربت قبل ما يصلوا علي، بالرغم ان انا درست عندهم 2016 كامل، و يعني بجهاده مدير التربيه نفسه ان انا كنت من ملتزم بالدوام وكل حاجه، ولكن وتعهد عندهم وتعهد عند القبيصي احمد اثنين تعهدات، ومع هذا لم تشفع لي هذه التعهدات ولا شيء، وانهم بقوا ايش يتابعونا ويلاحقونا على طول، الا ما اضطرنا ان اسافر طبعا مره ثالثه الى عدن. والله الوضع انا هنا ترى صراحه يعني يرثى له صراحه. احنا قدمنا في الشرعيه لما جينا نحن بدون رواتب وكذا، وقالوا قدمنا لوزاره التربيه والتعليم، ومن وزاره التربيه والتعليم ومعامله كامل، ملف كامل كان احنا نتوظف من جديد، ولحد الان لم نرى اي شيء. يعني قالوا الكشوفات جاهزه، ثم بعدين قالوا الشيكات جاهزه، بعدين قالوا وزير الماليه في الرياض، بعدين قالوا وزير الماليه بيجي او وكيل الوزاره بيوقعها، لما رجع قالوا وقعها ولكن ما فيش سيوله، واحنا منتظرين لحد الان. طبعا نتسلف حق ايجار البيت من هنا ومن هنا، نقول لهم بنستلم ان شاء الله ونسدد. وهذا كم لك من يوم قدمت الوزاره؟ من يوم قدمت الوزاره من اول العام الدراسي هذا، بداية العام ولا قد صرفت؟ بداية العام ولحد الآن لا شيء. طبعا صدرونا إلى مدرسة، هذه المدرسة طلبوا مننا يعني زي رسمي، وهذا طبعا واجب وضروري وإحنا نعترف بهذا الكلام، لكن إحنا ملابسنا حتى ملابسنا الرسمية بقيت في البلاد، فما فيش معانا طبعا. يعني ما استطعش توفر لنا سيف حتى زي رسمي؟ ما فيش ولا عمل ولا حاجة. لا نستطيع أن نواصل لهم التعليم، لا نستطيع أن ندفع الإيجار، احنا أعمارنا كلها قضيناها في التعليم، فتصورنا إنسان له ما يقارب ربع قرن يخدم التعليم والتربية وفي الأخير يجد نفسه أنه بدون راتب، يعني كيف يعيش أبناءه؟ هو كان مصدر رزقه الراتب فقط، ليس لديه أي عمل، حياته كلها وعمره كله في التعليم يقضي، في الأخير يجد نفسه لا يستطيع أن يوفر لقمة العيش لأسرته أو لأبنائه أو لذلك نحن نناشد يعني الحكومة، ونناشد رئيس الجمهورية عبد الرب المنصور، الحكومة نسمع أوامر، نحن نداومنا، نحن ندرس، كشوفاتنا موجودة، فنطالب يعني صرف مستحقاتنا حتى نعيش يعني كما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أن يعيش. الزي المدرسي ما استطعناش نوفر زي مدرسي، لا لنا ولا للعيال، معي عيالي يعني أربعة الذين هم في سن التعليم، منهم هذا الولد وهذه البنت وثنتين بنات أكبر منهم شوية، ما قدرناش نسجلوا المدرسة، قالوا اشتوا شهادة ميلاد، ما فيش معانا شهادة ميلاد، شهادة الميلاد هناك. والشهايد الأولى كلها حرقوها البلاد علشان خايفين من الملاحقة أو شيء. فطبعا تروح المستشفى الجمهورية في عدن في خور مكسار، يقولوا لك اشتيعوا على كل واحد 1000، قال علشان يطلوا له شهادة ميلاد، وانت هنا اشتيعي لك زي مدرسة أقل حاجة بسبعة وثمانية 1000، يعني زي مدرسة رسمية، وهذا واجب، ولكن احنا طبعا حالتنا لا تسمح، فاحنا وقفنا الكل، لا رحنا نداوم ولا سجلنا العيال مدرسه. يعني اولادك الان ما يدرسوش بسبب عدم توفر زي المدرسه لهم وشهاده الميلاد لهم برضه من المستشفى نفسه. طبعا بالنسبه للزوجه، لما خرجت انا في 2014 طبعا خرجت فجاه ما خبرتهم لو قد وصلت هنا، فهم طبعا حصل عندهم نوع من الخوف او الحاله النفسيه كذا، انهيار عصبي، بدات يعني في هموم وتفاكير كذا، لما رجعت البلاد وعالجنا شويه وثم رجعت الى عدن مره ثانيه، فازدادت عندها الحاله اكثر واكثر،
وهي الان طبعا تعاني من تعب وتمشي لها على علاج، والعلاج هذا طبعا معدوم منها، ما في الا في الصيدليه واحده في عدن كلها. اللي موجود في الحديده موجود، لكن انا مش موجود. حصلنا نوع واحد والنوع الثاني ما حصلناش، نرسل لها البلاد الحديده. من فين حصل حق العلاج؟ زي ما كلمتك يعني كل حاجه سلف، كل حاجه سلف، اما سلف من حد من السعوديه من اصحابنا ولا كذا، ونقول له ان شاء الله يسلم المرتبات وان شاء الله نسدد ان شاء الله السلام قريب ان شاء الله حسب الوعود الذي وعدنا بها في وزاره التربيه والتعليم. يقولوا خلاص هذا الاسبوع هذا الاسبوع هذا الاسبوع هذا الاسبوع الثاني، قد لحنا اليوم 9 شهور من يوم هو يعود احنا من وعد لوعد. كارثة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها واحدة من أكبر الأزمات على مستوى العالم، لكنها لا تقوم بالاستجابة الكافية لاحتياجات السكان المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية، فما يحصل عليه المتضررون لا يكاد يساوي شيئا أمام مصاريف المنظمات واللجان وكبار الموظفين العاملين في مجال الإغاثة المفترضة، بينما يصارع اليمنيون الموت والجوع والمرض والتشرد والنزوح في انتظار مساعدات يقولون أنها تصل أحيانا لعشر أسر من بين 100 أسرة نازحة، وحتى هذه العشر الأسر لا تحصل من المساعدات إلا على القدر الذي يكفي لالتقاط الصور معهم، ثم يتركون لمواجهة الجوع مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، وضع النازحين في مدينة عدن موضوع حديثنا مع الناشطة الاجتماعية تسهيد عاصم، ستكون معنا بعد هذا الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بالناشطة الاجتماعية تسهيد عاصم من مدينة عدن. مرحبا بك سيدة تسهيد. أهلا وسهلا. كارثة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم، هكذا تقول الأمم المتحدة، فهل تعتقدين أن موضوع النازحين في اليمن يلقى الاهتمام الكافي وفقا لهذا التوصيف؟ للأسف أستاذي لا يلقى أي اهتمام، لا بالكافي ولا بالغير الكافي. ما هي الأسباب برأيك؟ موضوع النازحين موضوع كبير جدا، لم يكن لدي صدى كافي لإنقاذ هؤلاء النازحين القادمون من مناطق الحروب إلى عدن وإلى غير عدن، إلى أطراف عدن، إلى المحافظات التي نسميها نحن بالمحررة. نعم. ولكنها للأسف الشديد هي أكثر سوءا من وضع النازحين أنفسهم. نعم. على من تقع هذه المسؤولية إذا كانت المناطق المحررة والتي تخضع يعني نظريا الحكومة الشرعية لا تقوم بواجبها، فعلى من يجب أن تلقى مسؤولية هؤلاء؟ والله نكون صريحين أستاذي أنه في الدرجة الأولى طبعا الحكومة هي المسؤولة عن المناطق المحررة. نعم. لكن من يقف خلف الحكومة، من يدعم الحكومة، هم دول التحالف. المفروض أنه يكون في تسهيلات، في دعم كافي لجعل الحكومة تقوم بواجبها، تقوم بعملها على أكمل وجه. لكن للأسف الشديد ليس هناك أي دعم كافي ولا أي تسهيلات ولا أي حتى تحركات تبشر بالخير انه هذه المحافظات المحرره، هؤلاء النازحين سيجدون حق من حقوقهم في الوضع الراهن. نعم. في هذه المرحله الصعبه اللي نحن كلنا نعرفها يعني. نعم. اذا كيف يعني يدبر النازحون امورهم، او من الذي يقوم بتغطيه هذا العجز الحاصل؟ هل لا تعطينا صوره عن الوضع هناك، كيف يعني تتم رعايه هؤلاء؟ طبعا
طبعا استاذي اول شيء لازم نحن نقسم موضوع النازحين، هناك نازحين وجدوا بيوت ذويهم او ممن يعني شفقوا عليهم فتحوا لهم ابوابهم استقبلوهم عندهم، نعم. وهناك نازحين وللاسف الشديد لم يستقبلهم احد وبقوا في في مناطق المفتوحه في الخبوط في منازل يعني نحن نسميها العظم الهياكل لسه لم تبتني، وبقوا يعني في مناطق بعيده غير لم يجدوا حتى الاهتمام الاعلامي لم يجدوه، و يعني الاعلام لم يهتم فيهم للاسف الشديد، حتى الاعلام لم يهتم فيهم، فبقوا وكانهم فئه ضاله لحالها فئه منعزله وكانهم يعني منبوذين للاسف الشديد، لا احب ان استخدم هذا المصطلح ولكنهم وكانهم منبوذين. نعم. بالذات يا استاذي النازحين الوافدين من الحديده للاسف الشديد هناك عنصريه واضحه، لا يتم استقبالهم ولا يتم رعايتهم ويتم نبذهم حتى في موضوع يعني النازح اول شيء لا يحتاج فقط الى تقديم سله غذائيه، هناك ايضا صحه، هناك الاهتمام بالصحه، هناك الاهتمام بالتعليم، هناك اطفال كثيرين لم يكملوا حتى دراستهم، والسبب اول شيء لا يستطيع انه يلتحق باي مدرسه لانه لا يملك اوراق ثبوتيه لانه في اي مرحله دراسيه، هذا واحد. اثنين المنطقه التي نزح اليها المدارس الموجوده في هذه المحافظه اساسا تفتقد لأبسط الإمكانيات لأبناء المحافظة أنفسهم، فكيف نعم. أصلا ستقدم خدمات للنازحين؟ نعم. إذن الوضع بهذا القدر من السوء، أنتم كمتطوعين ومنظمات مجتمع مدني ما هي الأنشطة التي تحاولون من خلالها التخفيف عن أو من معاناة هؤلاء؟ نحن والحمد لله أنشطتنا طبعا تتبع أهل الخير، وكم بيكون هذا أهل الخير كم بيكون صحيح. إذا كان أصلا أهل الخير هو عبارة عن مغتربين يجدون الآن صعوبات في الدول التي هم مغتربين فيها، فما بالك الآن كيف يستطيعوا أنهم يقدموا الدعم لذويهم في الدولة في صحيح. دولتهم وطنهم الآخر. نعم. فالدعم هذا يكون عن طريق إما سلة غذائية أو عن طريق أدوية أو عن طريق إذا هناك معاقين ممكن نحن نوفر لهم كراسي متحركة، ممكن نحن نوفر لهم يعني بعض الأجهزة الطبية البسيطة جدا، لكن في الدرجة الأولى هي عبارة عن سلة غذائية، لكن السلة الغذائية هذه هل ستستمر لشهر لشهرين لثلاثة لأربع إذا كان هذا النازع الوافد لا يملك اصلا مصروف شهري في يده، فكيف اصلا سيدبر بقيه الشهور؟ نعم. للاسف الشديد يا استاذي هناك ما لا توجد ديمومه فقط يسموها الانقاذ الطارئ، الحاله الطارئه. والحاله الطارئه هذه هي المساعده الطارئه للنازح لشهر واحد او شهرين. تتبخر صحيح. يعمل النازح. صحيح. هذا يقودنا للسؤال ايضا عن المنظمات، هل هناك منظمات دوليه معنية بتقديم العون لهذه الشريحة تحديدا؟ أنا أرى أن هناك منظمات دولية سواء كانت معنية أو غير معنية فهي تبذل طاقتها في ظل الظروف الراهنة، سواء في غياب أمن لا تستطيع أن تتحرك براحتها، أو أن أصلا الحكومة لا تقدم التسهيلات فقط تفكر كيف تملأ بطونها وجيوبها، لما فيش هناك تسهيلات في المنظمات، يعني في منظمة أوكسفام، في منظمة اليونيسف، في منظمات كثير، أنا كل ما نزلت في مكان فيه نازحين صراحة يشكروا إنه جاءوا عندهم وصلوا، لكن ليست هناك ديمومة، يعني أنا بقدم أدوات صحية، بقدم خزانات يعني صحيح، لكن الآن النازح هذا إيش اللي بياكله؟ يعني بيستمر جيعان، في شغلة بيده، في وظيفة، في حاجة يقدر يشتغل عليها، يقدر يوصل بقية الأمور. ما فيش، هل المنظمة هي بتتكفل؟ صحيح، يعني أنت تقترحين أنه يتم إيجاد حلول في المدى المنظور، حلول في المدى المتوسط لهؤلاء النازحين، الاستفادة أيضا من قدراتهم، كما رأينا في قصة اليوم مع مدرسين تعرضا للنزوح والتهجير و يعني حال سيئة جدا، يمكن الاستفادة منهما في
مدارس المنطقة التي نزحت التي نزح إليها، وبالتالي يعني المساهمة أيضا وليس فقط أن يتحولوا إلى عبء، هذا ما ترمين إليه. هل هناك من يمكن أن يقوم بهذا الدور؟ مفترض يا أستاذي أنه يكون هناك قبول أول شيء من البيئة اللي وفد إليها النازح. نعم. لكن نحن نشكو من أن البيئة أصلا لم تتقبل النازح نفسه، طب المناطقية العنصرية إلخ، وبسبب حاجة مهمة جدا أنه أصلا المواطن هذا اللي موجود في المحافظة هو أيضا يحتاج، هو أيضا ما زال محتاج. نعم. الوضع يعني تغير تماما سواء للمواطن المقيم أو للنازح، الوضع يعني لم يجد اهتمام كافي، لم يجد اهتمام كافي. إذا فوق النزوح والتشرد والحرب هناك أيضا استقبال ببعض الأدواء الاجتماعية مثل العنصرية والمناطقية، عدم تقبل أيضا قدوم نازحين يضيفون أعباء على منطقة تعاني أصلا من المآسي. كيف تقيمين دور اللجنة العليا للإغاثة السيدة تسيد، وهي اللجنة الحكومية المعنية بالاستجابة لمثل هذه الكوارث؟ أنا سأقيم عن طريق موقف حصل لي، أني حينما نزلت لبعض النازحين في المدينة الخضراء وجعولة أخذت كشوفات وذهبت إلى اللجنة العليا للإغاثة وقابلت رئيس الأستاذ جمال بلفقي وقلت له هؤلاء نازحين محتاج لمساعدة طارئة لهم، قال لي أنت مؤسسة الفلانية أذهبي إلى المحافظة عبر السلطة المحلية وهي يعني توقع لك وتأتي بعد كده بالموافقة عبرها إلي، أصبح الموضوع روتين وتواقيع يعني واستعراض مسؤوليات يعني استعراض أجوب. هذا إذا كانت أستاذي ماذا أستفيد أنا إذا كانت المساعدة الطارئة لم تصل إلى النازل في ظل أسبوع واحد؟ ماذا سأستفيد إذا خلال شهر أو شهرين لم تعد اسمها مساعدة طارئة؟ صحيح، لم تعد اسمها مساعدة طارئة. ماذا عن السلطة المحلية؟ الروتين تفضلي. السلطة المحلية في عدن، نحن لا نستطيع أن ننكر الواقع، ولكن السلطة المحلية في عدن نقدر نقول بأنها ميتة تماما. هناك حركة بدأت منذ قدوم رئيس الوزراء الاهتمام بالكهرباء، لكن الحياة الاجتماعية ميتة في عدن، الحياة الخدماتية ميتة في عدن. بدأت من اليوم ظهور البترول، ظهور لكن ارتفاع الأسعار، الآن النازح هذا المواطن المقيم مع ارتفاع الأسعار مع غياب الخدمات إيش قادر يقدم؟ إيش قادر حتى يقدم للبعض؟ صعب. إن أنا الإنسان أنا مفتقد أساسا لهذا الكلام. نعم. أبناء النازح الذي هو محور قصتنا لهذه الحلقة، يعني تم التوجيه لهم للذهاب إلى إحدى المدارس لاستكمال تعليمهم، وإذا بهم يفاجئون بضرورة ارتدائهم للزي المدرسي وهو لا يستطيع توفير حتى هذا الزي. هل مثل هذه الاشتراطات يعني يجب أن تفرض على النازحين، زي ويعني تفاصيل شكلية لا يجب أن تصبح هي المانع لاستكمال عملية تعليمهم؟ أستاذي العزيز، إذا كنت أنا إذا كان هذا النازح قبلوه في المدرسة والحمد لله أنه معاه أوراق ثبوتية، في غيره لم تقبله المدرسة، والسبب أولا لأنه لا يملك أوراق ثبوتية، وثانيا أن المدرسة مليئة بطلابها المقيمين. أقول لك فين نحن نضعه؟ أين نضعه؟ معانا من الأطفال، مدرستنا صغيرة، مدرستنا هناك يعني نوع، وكمان أيضا العنصرية لن أنكرها لأني أنا محاسبة عليها، هناك عنصرية ومناطقية مقيتة جدا في البلاد. لا. لازم أول شيء نتحرر منها، نعرف بأننا نتعامل بإنسانية برحمة. صحيح. حتى الله يرضى عنا، حتى تأتي لنا النعم، لكن للأسف الشديد نحن في نتآكل بيننا البين. النازح هذا لفقدان أوراق الثبوتية، لعدم قدرته على شراء الزي، لعدم قدرته أصلا على الفطور. هل تعلم بأننا حتى الآن نحن نعمل مبادرات إفطار لأطفال سواء نازحين أو أيتام أو مقيمين، فكيف هذا أصلا بيقدر أنه يشتري الزي؟ كيف سيستطيع أنه يشتري الزي؟ لا، ليس هناك تعاون. أنا أعطيها لك بالاختصار، ليس هناك تعاون خال، ما فيش أدنى مسؤولية، ما فيش أدنى إحساس بالآخر. نعم. إذن من أين يمكن أن نبدأ لتحسين أوضاع النازحين؟
حينما نحسن من أنفسنا، حينما نحسن من قياداتنا، حينما نحسن من حكومتنا، حينما نفتح باب المشاركة في تحسين ونضع في مفهومنا بأنه نحن نحسن من بلد تحتاج للخدمات، تحتاج للحياة الكريمة، نبعد عن أنفسنا السياسة حاليا، نجنبها على جنب، مش وقت سياسة يا عالم، نحن نموت، الإنسان يموت، يموت سواء في المناطق المحررة أو في الوافدين من المناطق الحروب. نعم، إذن هذه هي الرسالة التي توجهت بها الناشطة الاجتماعية السيد عاصم. كنت معي من مدينة عدن، شكرا جزيلا لك لكل هذه الإيضاحات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. المعلمان النازحان علي الأهدل وكداب حسن، تم الرصد، في أمان الله.